سنة ولا طلوا الله العمر غادي باقي يخدم واحد 34 حتى 35 سنة، واحد مساحة زمنية اللي غادي يتلقى فيها تكوينات أساسية، وغادي يتلقى فيها تكوينات مستمرة وتكوين ذاتي وتجارب وخبرات غادي يكسبها عبر الزمان عبر الزمن، هذا غادي يغني مؤهلات التدبيرية بما سينعكس إيجابا على أدائه داخل الفصل الدراسي. فاحنا بغينا أساتذة مميزون اللي يعطوا واحد المعرفة وعلم وتربية مميزة لوليدات المغاربة. شكرا أولا على كل المنابر الإعلامية اللي كتواكبنا دائما، خصوصا في تنزيل الأوراش ديال القانون الإطار 51/17. اليوم كتواكبونا، السياق هو يتعلق بالإعلان عن مباريات توظيف أطر النظامية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والنقاش اللي دائر حول خصوصا حول المعايير المحددة هذه السنة، استثناء فيما يتعلق بتحديد السن في 30 سنة أو تحديد المعايير ديال الحصول على الإجازة بميزة معينة والبكالوريا بميزة، ثم ضرورة التقدم برسالة تحفيز. فهذه المؤشرات في الحقيقة إذا كان شي قطاع اللي المفروض يحدد مؤشرات اللي تكون عندها إيجابية كبيرة واللي تكون عندها جاذبية كبيرة وتكون عندها جانبية كبيرة، فهو قطاع وزارة التربية الوطنية، على اعتبار بأنه الأمر لا يتعلق بفتح مجال المناصب الشغل، لا يتعلق بمجال أو بقطاع اقتصادي بمنطقة الربح والخسارة، بل يتعلق بمجال اللي كيف كنقولوا ديما وحصل عليه الإجماع، اللي هو مجال الإصلاح ديال منظومة التربية والتكوين، وبالتالي كيعتبر المورد البشري الموارد البشرية في هذه المنظومة، فهي الحجر الأساس لكل إصلاح. احنا اليوم واكبنا الفشل لمدة 31 سنة في مجموعة ديال النماذج الإصلاحية، ولكن اليوم في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 واللي تصرفات في قانون إطار اللي هو قانون إطار تعاقدي وملزم لكل مكونات الدولة المغربية في سبيل تحقيق مؤشرات إيجابية بما ينعكس إيجابيا على مستوى القوة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والتربوية ديال هذا البلد. فبالتالي اليوم الأمر يتعلق ماشي بمسألة قطاعية عادية، بل قطاع استثنائي واستراتيجي، لأنه الأمر يتعلق بكل بساطة بتلميذات وليدات المغاربة، الأطفال ديال المغاربة اللي هما نساء ورجال الغد، اللي هما اللي غادي يهزوا هذه البلاد غدا. فبالتالي لا بد من تولية الشؤون ديال التربية والتعليم وتنشئة فلذات أكبادنا لمن هم أهل لذلك، خصوصا فيما يتعلق بالجاذبيات وبالجانبيات، في اللي هذا هو السبب كان علاش تم اشتراط التقدم برسالة ديال التحفيز، اللي من خلال نشوف شنو هي الكفاءات، شنو هي المواصفات، شنو هي الجانبية وشنو هي الأسباب اللي خلت هذا الشخص يتفضل للتباري حول منصب ديال التدريس. ثم أيضا لما يتعلق بالتساؤل حول المعيارات ديال الميزات المحصل عليها في البكالوريا أو في الإجازة، فهذا شيء طبيعي، لأنه اللي حصل على ميزة معينة فهذا جانبية أساسية واللي يمكن تعطي صورة أولية حول طبيعة هذا الشخص، هذا بالإضافة إلى العمر المحدد في 30 سنة. فلا يعقل اليوم نوظف واحد الإطار في 45 أو 50 سنة، وبالتالي حسابياً غادي يشتغل معاك في قطاع اللي كنقولوا قطاع استراتيجي وديال البلاد كلها وكيرهن سمعة البلاد، غيشتغل معاك واحد 3 سنين أو 4 أو 5 سنين وتفضل التقاعد. فبالتالي التساؤل شنو هي الأثر الإيجابية اللي خلى على مستوى التجويد، على مستوى خدمة فلذات أكبادنا في إطار التحصيل الدراسي التربوي وبيدغوجيا، وبالتالي شنو هي مستوى الاستفادة ديال هذا الشخص اللي اشتغل معاك في واحد فترة ضيقة، على مستوى الترقي ديالو، على مستوى التدرج في السلالم إلى غير ذلك، بعكس واحد الموظف اللي غيشتغل معاك فوق واحد 30-35 سنة غيستافد من تكوينات أساسية، هناك تكوينات مستمرة، هناك تكوين ذاتي، هناك تجارب، هناك ندوات، هناك أيام دراسية إلى غير ذلك، وهذا من شأنه إغناء التجربة ديالو كشخص اللي كتسمح له في النمو في الترقي التدرج عبر السلالم وعبر المناصب. ولكن الأهم عندنا هو انعكاس هاد المؤهلات والكفايات البيداغوجية التدبيرية على مستوى التدريس ديالو بما ينعكس إيجابا على مستوى الجودة، على مستوى التميز، وبالتالي هنا كنضمنوا بأنه المستقبل
غادي يكون الفلاذات اكبادنا اللي غادي يقوموا بهاد البلاد، وبالتالي غيستمروا في هاد الثوره الاقتصاديه والصناعيه بما ينعكس على مستوى العيش، على مستوى الرفاه الى غير ذلك. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.